مساجد كويني مستجامعة مقالة عير قابوين كبضان نسقرني ديسميسان وحلقة بدلين أيامان تهايدا خيري يقرني لفريقيا دومين كو سميسي سيلو ديسو ديسمي اللبط دباغ مدريسة ديو ديسميال كالكا كوبان كدب سلا دي دهور ايمان تهوي كسو توكدين برا سابك قبل كسنة اجماير كدقمة عير قابو حل ديبانو مسولين تهايدا ديسميها كفولين ايسا مساجد كا علماء الدين يا شعب وين كله أي واحد هالكاسي كه الله يسلم ركاسينا كفى فهي قاب كلودي سيدونو مستجامع مقالة دعير جابو يدبو هبين تلاقو سمين أيو الشيخ محمد علي جدي أنا كأنه مشروع بلارن أو أه مساجد كن مستجامع عير جابو وأنا بريها هذا مشروع أنا ولدو دوريني إنه إله سبحانه وتعالى سواق بلو وحلقة سمين دونا مساجد وين أص أنت وياك تصدق كوني الله بقول وقف هذا الله بتبقى الله من أروه نادر له وحلو قدر الدونا مسؤوله يا حمامي دي يا مكتبة دي علمك ما شاء الله وحلو قدر الدونا مدرسة شبعة وشوف فصلة وقرآن كله قدر الجلي أيه ينال لو قدر الدونا ما شاء الله وحلو قدر الدونا تكمل دي وقف فيها اللحة ما شاء الله انت هو لو قدر دولا اي لو انو كسبينا هدي لا كدغو وحان الاوي غرغي امامك يا غرغي ما ادي كنا وانو سمينا ما شاء الله مشروعه وحان ودنا مغالده عير قابو اي جمعي سراد ايغو هري نولشيدا انت كنت كدي ان ان ما انت دخ جوغو ان دسمهاسي قيمه وليه تاريخ وليه امد ولي با اثار حسوس بلده حسوس غار اي مساجدكن ليه منبر كاينو اركاين علمادو تاغنت اي منكا waxay isaga dambeeyay culimo badan waxaan ayana halkaasii ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur oo bulshada magaalada Ceer Gaabo u sheegay muhiimadda ay leedahay in si casri ah oo weyn loo dhiso masaajidka weyn ee mustajamaca magaalada Ceer Gaabo mashruuc khayriya oo ballaaran oo gobolada oo dhan loo diiday oo Sanaag Ilaahay ku ilhaamiyay hay'adda qaran Afriqi waa mashruuc ballaaran ومساعدة هناك ساقلنا هاي والدنين ايا وانا لديس ايا انا ادي اد انا افرينا وامر انا كل بحرينا ان شاء الله تعالى ارتوح للدنين ايا لقب لها بقلبتا مساعدة والدنين ايا ان شاء الله وقال حصلت لك وشرته النوتيسك انا رسيني انا ايا ميركو ولا سعوة سعونا نوتيسك ما انت رسيني وانا يستقل لقصابة اللي هدي الله كرديكو وشهادة أنت شوكتنا دياري عقفيه ذي بابور تسلك ينشيري ذي إذن بنايا أنت أسكت دمنا وحسي توصل له بلابي دومين تدسمع مساجد كمستجامع عاي مقالة عير قابو وصيد على الشيقي دسمه سوق عدن طونوين كيرسنة عبد الرحمن أحمد إلسر تلفيشن كعالمي جاي ستار مقالة عير قابو